على سفوح جبال الألب الألبانية تقع بلدة هاس الساحرة، ورغم جمال الطبيعة الموهوب إليها فإن سكانها مشغلون بهجرها. العيش في بريطانيا هو حلم معظم السكان هنا، ولا تهم طريقة الوصول إلى هناك حتى لو كانت غير شرعية. الإحصاءات الرسمية البريطانية أظهرت زيادة سريعة في عدد المهاجرين الألبان غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية. ورغم استقرار ألبانيا سياسياً وخلوها من الصراعات المسلحة، فإن العامل الاقتصادي كان دافع الهجرة الأكبر. نجح معظم الناس في الهجرة عبر القوارب. ليس سهلاً الحصول على تأشيرة عمل لبريطانيا. لا خيار سوى الهجرة بالقارب. لا وجود لفرص عمل هنا. ما هدف هجرة الألبان خلال تسعينيات القرن الماضي ومع نهاية الحقبة الشيوعية الطريق أمام المهاجرين الجدد، خاصة وأن كثيراً من المهاجرين الأوائل قد نجحوا في تكوين شبكة علاقات وفرص عمل لمن يعقبهم؟